حالية أزمة للتكفل بالسكان المتضررين من الحرائق المسجلة بدائرة سيدي مزغيش بولاية سكيكدا تم تنصيبها لتنظيم وتوزيع المساعدات القادمة من الولايات المجاورة بعد سلسلة الحرائق المسجلة بالمنطقة مؤخرا. نحوسوا كيف نوصلوا الإعانة هذه للديار حتى نوصلوا نطبطوا على باب الدار ونمدوها. الناس المعوزة اللي تقاست كاملة من الحرائق الحمد لله رانا كفينا. تم إجلاء في نهار الحريق تم إجلاء 63 عائلة هنا والحمد لله تكفلنا بهم السلطات المدنية والعسكرية تكفلت بهم وراهم رجعوا الحمد لله ما كانش خسائر بشرية. أكثر من 60 طن من المواد الغذائية وعدد معتبر من المفروشات استلمتها الخلية في إطار المبادرات التضامنية للمواطنين الذين قدموا يد العون والمساعدة منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرائق. نشكر كل الشعب الجزائري على تضامنه مع الحرائق سواء في منطقتنا أو في مناطق الوطن. هناك تنسيق كبير بين الجمعيات حيث كل جمعية تجتهد وتجلب الإعانات تكون تصب كلها في المركز الذي خصصته الدائرة ألا وهو التكوين المهني ببلدية سيدي مزغيش. سكيكدا وغيرها من الولايات المتضررة سجلت تضامن واسع وصور إنسانية للتآزر يصنعها الجزائريون في كل أزمة أو محنة.